انتبهوا، اللقاحات ليست دروعاً. هكذا فاجأ دلتا الجميع. ووفقاً للبيانات الأمريكية، فإن الأشخاص الحاصلين على اللقاح تكون احتمالية إصابتهم أقل بثماني مرات تقريباً من غير الملقحين. أسبوع مر منذ أن أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا إرشادات جديدة بعد أدلة تشير إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يمكن أن يصابوا وينقلوا متغير دلتا الأكثر عدوى للآخرين. جاء ذلك في وقت اعتقد فيه كثير من الناس أن اللقاحات سمحت لهم بالعودة إلى الحياة الطبيعية التي كانوا عليها قبل الجائحة، وسط تساؤلات عما إذا كانوا بحاجة إلى تغيير الطريقة التي يتبعونها في حياتهم اليومية، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. فقد غير متحور دلتا الجديد بالفعل جميع الحسابات، وفرض على الناس تحديد الأنشطة التي يجب المشاركة فيها، وبات يجب على الأشخاص الذين تم تطعيمهم مراعاة عاملين: الأول، المخاطر الطبية للأسرة الواحدة، والثاني، قيمة الأنشطة بالنسبة للشخص، فإذا كان هناك فرصة للتخلي عنها فلا مانع من ذلك. ووفقاً للبيانات الأمريكية، فإن الأشخاص الحاصلين على اللقاح تكون احتمالية إصابتهم أقل بثماني مرات تقريباً من غير الملقحين. وحتى عند الإصابة يعاني الشخص الذي تم تطعيمه من أعراض مشابهة لنزلات البرد لا أكثر. إلى أن أكدت التقارير أن اللقاحات عامل مهم جداً بالنسبة للفيروس، إلا أنها ليست دروعاً مضادة للرصاص، ويمكن أن تحدث معها إصابات خارقة. وبهذا تطالب تلك الدراسة الناس ممن تلقوا اللقاح باتباع الإجراءات الاحترازية جنباً إلى جنب مع اللقاحات، وذلك منعاً لأي مضاعفات أو مفاجآت يأتي بها هذا الوباء.